Okay, everyone. صار فينا قلكم انه عم صوير فيلم جديد اليوم. فويس اوفر. والفيلم اللي بتشارك فيه رايا هو سبيس جام الأسطورة الجديدة، أول فيلم من إنتاج وارنر براذرز بيصدر بدبلجة للغة العربية. هلا كينج جيمس. Warner Brothers as a film studio has always been one of my favorites to work with, films to cover. But this is, of course, extra special. It's the first time I'm working with them as talent, as voice talent for Space Jam: A New Legacy. But it's super extra special because the character is Lola Bunny. My daughter is called Lola. I've always loved the Looney Tunes, Bugs Bunny, Lola Bunny, especially Daffy Duck. When I was recording the voiceover, I felt so emotional when I heard Daffy Duck saying, "You're despicable," because all my life I wanted someone to say that to me. You're despicable. والأول مرة رايا بتقدم شخصية باللهجة اللبنانية. It was nice to do it in Lebanese to give my own input on some words that I thought resonated better with me. رح نرجع لك ابنك، أنا بوعدك. ورايا مش الوحيدة اللي بتأدي بلهجتها الأم، فكل الممثلين المشاركين كمان بيأدوا أدوارهم بلهجاتهم المختلفة. المتعة الحقيقية بهذا النوع من الأعمال لما تكون أنت دامج أكثر من لهجة، بتحسسك كل شخصية عم تشتغلها أنك أنت عم تدخل روح جديدة على الفيلم، كأنك عم تعمل الفيلم من أول وجديد، بأنك تدمج التعابير المختلفة بين اللهجات وتحاول تخليها تبقى مفهومة للكل، تدمج الإفيهات المشتركة بين اللهجات. هذا كله بيكون ضغط وعذاب وما له سهل، ولكنه ممتع. شوفي ما في باك باكس بالحضن يا مان. والممتع كمان في الفيلم انه بيجمع بين اللايف اكشن والكارتون، زي شخصية بطل القصة ليبرون جيمس اللي بيأديها هشام الشاذلي. الفيلم فيه تجربة انسانية جميلة جدا ورسالة موجهة لكل افراد الاسرة. هو فيلم هيبقى ممتع للاسرة كلها، مش عشان كرتون وانيميشن تحريك وكده، هو موجه للاطفال، لا خالص. الرسالة المفروض اني بحاول اوجهها من خلال الشخصية اللي بعملها، شخصية الاب، هي انك حاول تنزل لأحلام اطفالك، حاول تفهم اختلاف الاجيال ما بينهم، ما تفرضش حلمك على ابنك، ولازم تكون واقف معاه في كل الاحوال. يا نهار ميدريكس هيا. وبما انه قصة الفيلم بتجمع بين الواقع والخيال، فهنشوف شخصيات لوني تونز الكرتونية زي باكس باني اللي بيأديها راني الخطيب. ما كنتش أتخيل ولو للحظة في عمري إن هيجي اليوم وأشتغل أو أجسد شخصية باكس باني. شخصية باكس باني عزيزة أوي 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 على قلبي، وكبرت عليها من وأنا صغير. باكس باني شخصية غريبة جدا، بتجمع ما بين الشقاوة والعفرطة والكوميديا والخبص والذكاء في كل حركة أو في كل تعبير من طبقة صوتها، فده كان تحدي كبير بالنسبة لي. شوفي ما في باك. وشخصية تانية كانت تحدي لعمر عصام خلال تأديتها، وهي الجوريزم الشريرة. شخصية الجوريزم شخصية فعلاً فعلاً معقدة، لأنه هو مو شرير عادي، هو مو إنسان عادي، هو حتى اسمه الجوريزم اختصار لكلمة الجوريزم، هو ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي وعنده مشاعر إنسانية، عنده جانب إنساني. هذا الجانب يظهر في كيف إن هو يبغى يظهر، يبغى الناس تلاحظه. عنده أنانية، عنده غرور، عنده طبعا تلاعب، في جانب تلاعب، وهذا اللي كان فعلا صعب جدا إنك تظهر، إنك تتكلم بطريقة عادية لكن بتبطن مشاعر ثانية، يعني مو بوجهين، هذا أكثر. أنصحك تودع عيلتك وكل غالي عندك. بتصور مثل حالنا. أوه نسيت شيء، كل تول دولا انمحوا سوت.